مرحبا واهلا وسهلا وسلام بالجميع. انك تفتح بزنس بشكل عام هذا التحدي، وكندا يمكن بشكل خاص لانه عدد السكان والهذا، بس الاصعب انك تفتح بزنس بشكل بالمطاعم، لانه بتعرف المطاعم فيها اذواق وفيها انواع اكل وفيها اكل كويس وازكى من الثاني ومنتجات افضل من الاخرى، بس انك تتحدى وتفتح مطعم بطريقه جديده وبنوع جديد من الاكل، وهو مثلا الفيجيتيريان فود، يعني اكل ما فيه لحوم نهائيا كله خضار، هذا اصعب شيء. اليوم حنلتقي او حنروح على احد المطاعم اسمه ذا تيبل، موجود في اوتاوا زي ما انتم شايفين وراي. ذا تيبل بيعمل اكل رائع، مش بس فيجيتيريان، عنده بوفيه اكثر من 50 صنف، واليوم عنده شغلة مهمة جدا عم بقدمها للكوميونيتي والناس الهومليس في واحد من كل سنة لمدة 20 سنة له، بقدم وجبة طعام للهومليس فور فري بدون أي مبالغ. روحوا معنا خلينا نشوف. طبعا اليوم سبيشال سيت اب، عاملين جايبين دونيشن لهدول الاشخاص الهومليس. حندخل معكم على المطبخ سريعا. Do you want to say anything for the owners? Well, they have a good setup, they have a good idea, and I wish they have more restaurants opening in various parts of the city. Thank you, sir. Happy New Year. Happy New Year to you. Happy New Year. طبعا واحد من اللي اجوا جاب معاه كارت ثانك يو كارد، ومن عدة اشخاص وعملوا دونيشن $5. سويت، ثانك يو جايز. How are you doing today? I'm very good, thank Happy you. Happy New Year. Yeah, you too. What are you doing today? Today we're here to help feed those in need at the table, and we're handing out food, and the people who need it can come in, have a meal, and it's just really nice to help out on New Year's. Did you cook or you just... I did not cook, but I'm just here to serve, and yeah. So you volunteer, you do not get paid? Do not get paid. Wow, that's good. Which grade are you in? I'm a grade 8. Oh, sounds good. So, why did you come? It's a New Year day. You can relax home, watch a movie. Well, the table is it's in the family, so we do this every year, and it does feel great to help out. And you know, New Year's is a special time, so for those who are less fortunate, it's nice to help out and see them be happy and receive a meal on New Year's. Thank you. Happy New Year. No problem. Cheers. Happiness. Happy New Year. Happy New Year. Year. Happy New Year. Thank you guys. Okay, thank you. Everybody. Thank you. This is the great team behind this initiative. Assalamu alaikum. اسمي روان. كم عمرك؟ عمري 16 سنة. اوكي، شو بتسوي انت اليوم هون؟ انا جاية بساعد الناس في النيو يير، بما انهم بيحتاجوا مساعدة، فالواحد لازم بيساعدهم بيفرحهم بالنيو يير مهما كانت، يعني لازم الواحد بيساعد وبيفرح الناس، مش لازم بيكون هو دائما فرحان لحاله، فممكن الناس بيحتاجوا انهم بيفرحوا مع الناس وبيحبوا اللمة مع الناس. اليوم رأس السنة، ممكن انت تجلسي في البيت مع اهلك وتحضري موفي وترتاحي وتغيري جو وتلعبي مع اصحابك، ليش قررتي تيجي اليوم هون؟ مثل ما هم يعني ما عندهم حدا يعني بيقعدوا معه وبيطالعوا موفي وهيك، ممكن نيجي احنا ونساعدهم بشيء. شكرا. بس زي ما شفتوا الانيشيتيف هذه او البدايه هاي، بدايه راس السنه مع اطعام المحتاجين، اشي خيالي. الشعور الداخلي انك انت بتقدر تساعد غيرك في يوم راس السنه او في مناسبه معينه،
شعور مش طبيعي. فالله يعطيهم العافية، انيشيتيف رائع جدا جدا، وان شاء الله نشوف شغلات اكثر خاصة من الجالية العربية. احنا ناس بنحب العطاء وبنحب الصدقة وبنحب نساعد الغير، فاي ثينك انه جود جوب فور ذم، يعطيكم العافية.